كل التحية لكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. عقب انتهاء مران فريق النادي الأهلي، يسعدني أن يكون معي في هذه الأثناء كابتن محمد الشناوي، أحد أفضل وأبرز حراس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي. كابتن محمد، برحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي. في البداية، وحشتنا، وحشت الجمهور، أكيد وحشك الملعب، وحشك عرين النادي الأهلي. أشكرك طبعا على المقدمة الحلوة دي. طبعا أنتوا وحشتوني، وكرة الأهلي طبعا بيتي، طبعا وحشتوني كلكم، وحشني الملعب، وحشني كل حاجة، تدريب وكل حاجة، الحمد لله. كابتن محمد، اللياقة البدنية والحالة الجسمانية اللي راجع عليها لعيبة النادي الأهلي لقت استحسان الجميع من كل اللي بيتابع تدريب النادي الأهلي خلال فترة التوقف. احكي لنا وقول لنا كنتوا شغالين ازاي، والتزامكم في البرنامج التدريبي ايضا البرنامج الغذائي. احنا كنا متابعين اول ما خدنا اجازة بعد ماتش سموحة، خدنا اجازة فترة معينة كده، خدنا اجازة اللي كنا نشوف الدنيا توصل لغاية فين. قعدنا اسبوع في البيت، بعد كده بدا الجهاز الفني يتابع معانا على طول بتدريبات في يعني برنامج عملوه لنا كل اسبوع. بنشتغل في البيت على طول، ملتزمين بالبرنامج، وكل اسبوع بيبعت لنا برنامج لغايه الفتره اللي احنا رجعنا فيها التمرين. بس او كله طبعا ملتزم بالبرنامج ده، كغذائي او كحاجات او حاجات تدريبيه كبدني في البيت اللي احنا بنعملها، الحاجات اللي في البيت، الحاجات العاديه اللي احنا نقدر نعملها في البيت. يعني فتره، شايف الفتره دي ازاي واستعداد اللاعبين، وشايف الجديه اللي عند لعيبه النادي الاهلي وارتفاع الروح المعنويه؟ عندنا مشوار الافريقي وعندنا مشوار الدوري. لا، انا شايف اللعيبه يعني بشكل كبير ان اللعيبه التزمت بالبرنامج اللي احنا واخدينه في البيت. انا شايف ان اللعيبه بتادي بشكل كويس جدا في التمرين، وشايف ان هم كانوا ملتزمين واوزان مظبوطه وكل حاجه تمام، يعني الحمد لله. الفتره طبعا كانت صعبه علينا وعلى العالم كله، بس اهو احنا بنعدي الفتره دي وان شاء الله هتعدي. احنا مبسوطين جدا ان التدريبات رجعت والحياه رجعت بترجع واحده واحده، وان شاء الله الدوري يرجع، واحنا دلوقتي بنستعد للدوري كويس. وافريقيا لسه احنا مش عارفين الماتشات هتتلعب امتى، بس احنا مركزين دلوقتي ان الدوري رجع، مركزين فيه ان شاء الله، وما افريقيا ترجع ان شاء الله اكيد طبعا مركزين. يعني كابتن محمد، يعني عايز اتطرق لامر في خلال الحديث مع مستر ريني فايلر، بنتكلم على الشناوي، بنشيد بالشناوي خلال فتره الدوري، وبنقول الشغل البدني المبذول او الشغل الفني المبذول مع مستر مع الشناوي خلال مستر ميكيلي. قال عقليه الشناوي هو اللي لعيب محترف، وهو اللي بيعرف يشتغل على نفسه كويس، وهو اللي حارس مرمى كويس، وعقليه الشناوي هي اللي مساعده في هذا الامر. يعني شهاده طبعا من مدير فني بتاعي، طبعا دي حاجه كبيره جدا. وطبعا مع ميشيل طبعا الفتره اللي فاتت دي احنا اشتغلنا في شغل كويس جدا. طبعا هو الموضوع كله بيبقى تركيز في التمرين، وبتبقى بره الملعب مركز، عارف ايه اللي عليك وايه اللي ليك. ده على قد ما اقدر بعمله، وفي الملعب بركز وبنفذ التعليمات المدير الفني بيقولها لي، وبرضو مدرب الاجوان برضو ما بيقول التعليمات، انا على قد ما اقدر بكون مركز فيها كويس جدا. وهو عامه الموضوع كله بيبقى تركيز 100% اللي انت هتركز في الحاجات دي كلها اكيد طبعا، ومع التمرين ومع زملائك طبعا بيساعدوك في الملعب، دي حاجه كويسه جدا، بيخلي طبعا مستواك على طول يعني على طول في يعني في الطالع يعني. بس الحمد لله يعني ان شاء الله على قد ما اقدر برضه اكون الفتره الجايه اركز اكتر، وان شاء الله زي ما نهيت اكمل ان شاء الله الفتره الجايه. كابتن محمد، عايز اتطرق لنقطه مهمه جدا. انت حضرتك واحد من احد ابناء قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، وتدرجت في فرق الناشئين في النادي الاهلي. الاهلي دايما جيل بيسلم جيله، في امور بتتوارثها الاجيال. علاقه الكابتن محمد الشناوي بمصطفى شوبير، باللعيبه الناشئين، اللعيبه دايما بتطلع مصطفى شوبير بيتكلم، بيشيد بعلاقته بالكابتن محمد الشناوي، ودايما الكبير في النادي الاهلي بيحتوي اللاعب الناشئ. اكيد احنا اتربينا على كده من زمان. انا زي ما حضرتك قلت، انا من ابن من النادي الاهلي، طبعا احنا اتربينا كده من زمان. المدربين المديرين الفنيين، اي مدرب موجود على طول في الناشئين، هو بيعلمنا الحاجات ديت، يعني التزام، يعني ايه نادي الاهلي، يعني ايه ما فيش خساره بالنسبه لنا، التعادل يعني خساره بالنسبه لنا، الحاجات دي احنا اتربينا عليها واحنا صغيرين. طبعا لما طلعنا الفريق الاول وانا كنت لسه ناشئ، طبعا اللعيبه الكبار اللي كانوا موجودين هم كانوا برضو بيدونا الحافز وبيحفزونا وبيشجعونا والكلام ده كله، وبيتكلمونا اكنهم اخواتنا الكبار، واحنا برضو لازم احنا كده برضو مع اللعيبه الصغيره مثلا زي اللي طالعين، احنا برضو بنتكلم معاهم ونفهمهم يعني ايه الالتزام وايه الحاجات بتاعه النادي كلها، عشان برضو
اول ما يجي احنا نكون ماشيين هم برضو ياخدوا الحاجات دي كلها يكلموا مع الناشئين الطالعين طبعا مصطفى لا مصطفى طبعا واحمد طارق واي حد وحمزه واي حد بيطلع من تحت اكيد طبعا احنا بنتكلم معاهم وهم اخواتنا الصغيرين واحنا كده كده احنا كلنا بنبقى عيله واحده زي ما بتقول يعني احنا مجموعه الاجوان انا وكابتن شريف وعلي ومصطفى واحمد طارق وطارق وحمزه اي حد بيطلع معانا احنا بنبقى عيله واحده لازم انه كده كده في الاول وفي الاخر مصلحه النادي يعني وبنتكلم مع بعض ولو في اي حاجه بقولها له اي حاجه عايز يستشيرني فيها طبعا بقول له عليها ان هو بالنسبه لي اخويا الصغير ان هو كده كده في الاول وفي الاخر او بعد كده هو كده كده هيستلم الرايه بعد كده. كابتن محمد عقب نهايه مباراه سان داونز والصعود للدور نصف النهائي كان لي حديث مع حضرتك قلت الحلم الافريقي وهدفنا كاس البطوله يعني وانا عارف ان حضرتك كل الجماهير كانت عارفه ان محمد الشناوي في هذا اللقاء تحامل على نفسه وده دايما عهدنا بمحمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي اللي دايما بيبقى في الميعاد. والله هو مش انا لوحدي يعني هو ماتش سان داونز ده بالنسبه لنا بالنسبه للفرقه وبالنسبه للنادي وبالنسبه للجمهور كان ماتش بالنسبه لنا كان مهم جدا اللي احنا بعد اللي حصل في سان داونز الماتش الاولاني هناك السنه اللي فاتت كان بالنسبه لنا كان تحدي وبالنسبه لنا كشخص يعني كان تحدي كبير ليا والحمد لله اللعيبه طلعت رجاله على قد المسؤوليه وقعدنا مع بعض واتكلمنا ونزلنا الملعب واحنا كنا عايزين نكسب مش عايزين نطلع تعادل كمان بس الحمد لله اللي احنا طلعنا بالنتيجه دي وصعدنا ونفذنا اللي احنا كنا متفقين عليه واهم حاجه احنا ساعدنا الجمهور بالماتش ده وان شاء الله نساعدهم طبعا بالحلم الافريقي اللي احنا كلنا مستنيينه في الاول وفي الاخر هو توفيق ربنا واحنا نعمل اللي علينا الماتشين الجايين اللي لسه هنشوف هيتلعبوا امتى وان شاء الله يعني نقدر نعديهم وان شاء الله نوصل للنهائي وان شاء الله نجيب الافريقيا ان شاء الله يعني. كابتن محمد بيمثلك ايه ثقه جماهير النادي الاهلي وجماهير منتخب مصر دايما اطمن محمد الشناوي موجود بتدي ثقه بتدي امان اعتقد الامر ده بيمثل كتير للكابتن محمد الشناوي. اكيد من الناس جمهور طبعا النادي الاهلي طبعا وجمهور مصر كله عامه لما انا اكون موجود ويدوني اللي هم يكونوا مطمنين دي بتبقى بالنسبه لي حاجه كبيره وبتبقى بالنسبه لي عبء كبير ان انا اكون مركز اكتر واجتهد اكتر في شغلي ان دي بتبقى حاجه كبيره يعني مش ما اقدرش اخذلهم عشان كده ببقى اركز اكتر وببقى خايف اكتر على انا بشتغل ومركز في الماتشات كلها لان انا خلاص وصلت لحته ان هم وصلوا دلوقتي ان هم واثقين فيا ثقه يعني كويسه جدا وانا مش عايز انزل الثقه ديت الواحد بيبقى يكون بيديك ان انت تركز في تمرينك اكتر وفي شغلك اكتر بس ده اكتر حاجه يعني. اخيرا يا كابتن محمد الرساله الاخيره اللي تقولها للجماهير وتطمنهم خلال الفترة القادمة مشوار الدوري ومشوار الأفريقي بمشيئة الله. بقول للجمهور وحشتوني وإن شاء الله نشوفكم إن شاء الله في الدوري وإن شاء الله يعني على قد ما نقدر إن شاء الله نخلص الدوري بدري كده وناخده وإن شاء الله أفريقيا نركز فيها عندنا ماتشين مهمين الماتشين الجايين وإن شاء الله نقدر على قد المسؤولية وإن شاء الله نجيب لكم البطولة وإن شاء الله بس يبقى التوفيق معانا كده إن شاء الله وأقول لكم وحشتوني. كل الشكر للكابتن محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر والنادي الاهلي طمنا من خلاله على حاله الجاهزيه والحاله الفنيه اللي عليها لاعبي النادي الاهلي خاصه حراس المرمى واتكلمنا على العلاقه اللي بتربط دايما ما بين الناشئين في النادي الاهلي واللاعبين الكبار وزي ما قلنا دايما النادي الاهلي اجيال بتسلم اجيال وهناك أجيال امور موروثه بتتوارثها اجيال النادي الاهلي ودي العلاقه الطيبه والعلاقه القويه والكويسه اللي ما بين اللاعبين سواء الناشئين سواء اللاعبين الكبار. اتكلمنا ايضا على المشوار المحلي والمشوار الافريقي كل التوفيق بمشيئه الله لفريق النادي الاهلي وكل التوفيق للاعبي النادي الاهلي يتوج النادي الاهلي بمشيئه الله بالكثير والكثير من البطولات.